ود الله يرحمه اخويا العزيز. ودابا المشكله جوج، دابا واحد كان كيقلبوا عليه اللي ميت، حتى هو بالك داك كيموت، داك يغرق، دخلوا جبدوه، قال لك جبدوه ميت مسكين حتى هو. البارح حتى باقي واحد ما جبدوش دابا، الله يرحمه ويسعد ذكر القبور. مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. كما كنتم مع مشاهدي الكرام، فاحنا كنتواجدوا بالقلب ديال الشاطئ المركز بالضبط في الدريجات، هذه البلاصة اللي غرقوا فيها ثلاثة البارح، جوج ماتوا وواحد نجا تعتقل، يعني كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام، يعني البارح واحد الفاجعة بما تحمل الكلمة من معنى. فتخيلوا معايا أن واحد العشرة دراري صحاب جاو البارح كيعوموا هنايا كيستمتعوا بالجمال ديال شاطئ المركز، كيتفاجئوا أن واحد فيهم يعني غداه بجوجهم، واحد جوج غرقوا، واحد استطاع أنه يخرج عنده 17 عام، والآخر اللي معاه عنده شي 20 عام غرق داه الما مات الإخوان، باقي لحد الآن ما جبدوش الجثة ديالو. يعني تخيلوا معايا مشاهدينا الكرام، جاو على سر الوقاية المدنية بداو كيقلبوا على الجثة، ما لقاوش الجثة، موراها مؤخرا يعني موراها بان لنا واحد الدري كيعوم في نفس البلاصة اللي داخل يعوم، دخل كيعوم شوية قبل كيهبطوا الماء ويطلعوا، جا دخلوا على سر الوقاية المدنية واحد العنصر ديال الوقاية اللي مشكور دخل عتقه، دخل معاه جبدو، للأسف وصلتنا الأخبار أنه مات، الله يرحمه ويسعد قد القبور، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه رسالة غنبغي نوجهوها لجميع الناس، البحر راه ماشي ديال العمان الإخوان، راه هذا الوقت هذا ماشي ديال العمان، راه ما يمكنش أننا كنشوفوا وليدات صغار كيجيو كيعومونا، راه ما يمكنش أن غير البارح جوج ثلاثة غرقوا، جوج ماتوا، واحد باقي حي في هذه البلاصة، يعني فرق بيناتهم واحد ساعتين ديال الوقت، احنا كنشوفوا دابا أن شوفوا معنا مشاهدينا الكرام حالة، والناس كيعوموا هنايا، كاين اللي باقي مصوقش، فشوفوا معايا يجي الطابلة لداخل، يعني بنادم كيضرب تلاحياش مع راسو ما مصوقش، دراري صغار داخلين، يقدر يديهم الماء، يقدر يديهم الجرة، يقدر يديهم بزاف ديال الحوايج، وبنادم ما كيتصوقش، الله يرحمه ويسعد قد القبور، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كنتمناو أنكم تدعوا معاه بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويثبتوا على السؤال إن شاء الله، يعني كما قلنا أن الجثة ديال واحد جبدات، الجثة ديال الثانية باقا ما جبداتش، باقي واحد وسط الماء في انتظار إمتى غيلوحوا البحر، يعني كاين اللي تيقول لك ما غيطلع على يومين، كاين اللي تيقول لك ما غيطلع على ثلاث أيام، كاين اللي تيقول لك خاصه يدفع البحر، كما كنقولوا حنا حتى كيتقرع البحر عاد باش تيخرجوا او تتفرقع المراكش تتفرقع المراره عاد تيخرج. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، يعني دابا كي غادي يدير فين غادي يخرج، يعني بانوا لي الناس غطاسه كيغطسوا دابا واش كيقلبوا عليه، الله اعلم. فانتم كما كتجوا معنا مشاهدينا مباشره من مدينه المحمديه، يعني كما كتشوفوا هذه البلاصه، هذا هو الشاطئ اللي غرقوا فيه ثلاثه البارح، جوج ماتوا واحد بقى حي، والكارثه اللي كنشوفوا، المصيبه اللي كنشوفوا، ان بعض الوليدات الله يهديهم باقيين كيعوموا. هذه رساله غنبغي نوجهها للوالدين، راه ما يمكنش ان عندي ولدي وعنده في العمر ديالو 15 16 عام وغادي نصيفطو للبحر بوحدو، ولا غنصيفطو مع صحابو، راه يقدر يغرق. ها هو البارح يعني 10 دراري جاو من الهلاويين، يعني 10 دراري جاو من الهلاويين، جاو كيلعبوا كيعوموا، سالاو هبط، جوج مشاو، واحد مات والاخر هرب. ايوا الاخرين ملي شافوا القضيه حامضه هزوا حوايجهم ومشاو، ما عرفنا واش العائله في راسهم ولا ما في راسهمش. ها انتوما كتشوفوا على حاله دابا، يحسن عوال الوالدين، يحسن عوال الوالدين. انا كنحاول كنحمل المسؤوليه، حضرة ما يمكنش انك كتشوف دريري صغيور غير جاي كيعوم بوحدو في البحر. ها انتوما ها المثال، ها المثال. دابا تخيلوا معايا حنايا في شهر ربعه لي متر ناجور ما كاينينش، السباحين المرقدين ماشي وقتهم، ما كيجيو حتى شهر 6، ايوا كيجي دابا واحد كيجي دري صغير كيبدا يعوم وما كيعومش على جنب 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 البحر، وكيدخل داخل الفندق، وملي يموت تبقى عليه شي حاجه، ولي متر ناجور ما كاينينش، والبحر. ها انتوما شوفوا وليد صغير راه هو داخل عاوتاني، يعني ها انتوما لما غنحملوا المسؤوليه، واش الوالدين ولا الدري الصغير كيدير لي فراسو؟ هذا هو السؤال المطروح الاخوان، حيت راه ما عرفتش انا ملي الوليدة كنشوفو يعني كتلقى دري صغير داخل الفندق فوندي وكيعوم، دري صغير بهاد العمر هذا وداخل هذاك الفندق بحال هكا كما كتشوفو معانا في هذاك العمر، راه ما يمكنش. ها انتوما يعني تخيلوا معايا ان البارح اقسم بالله على البحر هنايا كلشي بدا كيبكي، علاش كيبكي؟ راه كيبكي على واحد المنظر اللي شافو. تخيلوا معايا ان الناس الوقايه المدنيه كيقلبوا على واحد ميت هنا في هاد البلاصه، كنتفاجئوا كتسمع الخوات ها هو ها هو ها هو، حنا قلنا واقيلا راه هذاك تجبد، ها واقيلا راه لاحو البحر اللي مات، حتى كندورو كنلقاو واحد كيطلع وينزل في هاد البلاصه هادي،
جينا ندورو حتى هو لقينا دري مسكين دري هذاك ديال الوقايه المدنيه لابس حوايجو ديال السيرفيس كما كنقولوا حنايا، دخل حيد حوايجو، دخل مسكين دخل جبدو، للاسف جبد ميت. الدري شرب الماء بزاف مات. الله يرحمه سعيد قد القبور. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، ما علينا الا اننا نترحموا عليه. بنرحموا التوبه، الله يرحمهم جوج ويسعدهم دقه القبور. نتمناو ان البحر يلوح الثاني هذا، نتمناو انه يلوح في اقرب وقت حتى يحسن عوال العائله ديالو، يحسن عوال الاهل ديالو، باش انك تشوف ولدك ميت ووسط البحر وما مجبوتش. راه بزاف ديال الناس غيقول لك واش الدواه هذه وهذه، الله يسمح لنا من الوالدين. هادي غنقولوها نيشان الاخوان، الله يسمح لنا من الوالدين، حيت باش انك كتشوف ولدك ميت غارق وسط البحر وما شفتوش، راه على الاقل كتشد الجثه ديالو كتشد فنها، راه ملي كتشد فنها راه كيرتاح واحد الجزء ديال واحد، كطفي واحد شويه ديال الغالي ديالك كتبردو. تخيل معايا ان ولدك ميت وسط البحر وما طلقاش، والمصيبه هي لك كان واحد بين الصخر، واحد من الصخر غتعول على واحد عام عامين ثلاث سنين شفتو وزارك، واش يروحوا البحر ولا لا؟ هادشي اللي ما كنتمناوش حنا، نتمناو يكون يعني غير هنايا في شي بلاصه، باش انا كان يروحوا البحر هاد الايام هادي، وان شاء الله نتمناو انه يعني الله يرحمه سعيد قلبكم، حيت ما نقولوش انا نتمناو انه يكون باقي بالحياه، حيت ما يمكنش واحد 24 ساعه تحكمو غيبقى حي. انا لله وانا اليه راجعون، هذه رساله يعني انا كنطرحوا تساؤلات عده. واش اننا في هذه القضيه غنحملوا المسؤوليه للاب؟ واش اننا في هذه القضيه غنحملوا المسؤوليه للام؟ واش اننا في هذه القضيه غنحملوا المسؤوليه للوالدين ولا الولد اللي كيمشي بلا ما يتشاور مع والديه؟ كتلقى واحد باش ما يقولش لباه بابا راني غادي نتبحر مع صحابي، حتى لو وقعت شي حاجه نعرف ولدي راه في البحر. كيجي كيقول لي بابا فين غادي؟ انا غادي نلعب كره مع صحابي فينا هنا في راس الدر. ايوا الدري كيمشي ما كيخرجش. هذه رساله الاخوان كنبغي نوجهها للوليدات، الله يرحم الوالدين. لا كنتي جاي للبحر جيتي بوحدك، عقولها لباك، ربك اللي قال لك ما تمشيش للبحر، راه ماشي باك معقد، راه ماشي باك ما عنده ما يدار، ربك عارف اش واقع. ام نور لا خرجوا جوج اختي، هذاك اللي كانوا بجوج اللي واحد مات واحد غرق، الدري الاخر اللي غرق وخرجوه مات اختي، الله يرحمه سعيد قد القبور، مات البارح اختي، مات قال لك خرج، انا خرج ميت البارح، البارح قال لك خارج عيني حولين الكسكوشه خارجه لي من فمو، عيني تقلبوا لي مسكين، الله يرحمه سعيد قد القبور. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، ما علينا الا نتمناو الرحمه والمغفره لهاد الوليدات هادو، كما قلنا الاخوان ما نبقاوش عليهم، ما نبقاوش نديرو شي حاجه بالاخبار والدينا. راه ما يمكنش اننا كنشوفوا يعني ولينا كنشوفوا كتلقى دري صغير شباب مراهقين قاصرين كيجي للبحر بلا خبر با ولا مو، كيجي شحال من واحد غرق، اقسم بالله انا باقي في ظرف خمس شهور ولا ست شهور دابا هنا في شاطئ المركز، غير ماشي في الدريجات، جي 3 مارس جوج دراري جاو، دراري من اللويزيه جاو للمحمديه لاعبين الكره، لعبوا سلاو دخلوا عامو، دري مسكين صغير فيهم عنده شي 14 عام 13 عام، دخل شدوا الكره وما خرجش مات. دراري صحابو مع دراري صغار خافوا هربوا. اتخيلوا معايا باه مسكين كيسوق الطاكسي، حتى قالوا لي فين هو ولدك؟ قال لهم لا راه ولدي، راه قال لي غادي يلعب كره في التيران. قالوا له ولدك الله يرحمه وسع عليه دقه القبور، مالو ولدك راه غرق في البحر. ودابا واش غنحملوا المسؤوليه للاب اللي ما يراقبش ولده؟ وما غنحملش المسؤوليه للاب، حيت اب مسكين خدام شحال قدو، ولكن غنحمل المسؤوليه حتى للام اللي كتخبي على ولدها، كتخبي على ولدها بالحجه ديال وراه غيضربوا باباه وباه صعيب، والله ما يضربوا يسلخوا يعطيه العصا ولده يبقى حداه، ولا يبقى ولا يبقى يخبي عليه غدا ولا بعد غدا يديه لك البحر ولا يتفلاو عليه ولا يكرفسوا عليه ولا يبقى عليه شي حاجه. هذيك الساعه نولي واش داك تمشي اش داك تخلي ولدك؟ يعني جوج ديال الوليدات ماتوا البارح في هذه البلاصه، واحد باقي ما جبدوش لدابا، والثاني راه جبدوه ميت مسكين، الثالث راه ما وقع عليه والو، هذاك الحمد لله راه باقي حي. أعمار بيد الله، وقل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. إخوان كنعتذر أنني كنغوت على حساب الريح باش أن الصوت يسمع، أن الصوت يتسمع مزيان. كيف ما قلنا لكم مشاهدينا متبعينا، ولينا كنشوفوا شي ظواهر اللي ما بقى ما يعجب. فتخيلوا معايا ان البحر اليوم في شهر ربعه البحر عامر بالناس، والناس كيعوموا والناس ما مسوقينش،
باش تخيلوا معايا ان واحد ميت باقي لحد الان ما مجبورش، وكتلقى وليدات صغار داخلين كيعوموا وداخلين الطابله لداخل الفندق منهم المرصره، وما كضرب تلاحياش ما مسوقش انا وما بعد الطوفان، كاينه غير موت. ملي كتقول واه كاينه موت وحده، اموت وحده اخويا وما تكرفش راسك، اموت وحده وما تلوحش راسك للعافيه كما كتشوفوا معنا خويا. ولاد الهراويين، الناس اللي كيسولوا لا الولاد الهراويين، ام نور البحر ما فيه ثقه، لا ماشي البحر ما فيه ثقه، البحر كيدا العوام اختي. واش عمرك سمعتوا شي واحد ما كيعرفش يعوم دا البحر؟ راه ما يمكنش، حيت اللي ما كيعرفش يعوم كتلقاه كيعوم بجنابه وحاضي راسه، ماشي بحال هذاك اللي كيعرف يعوم داخل الفندق داخل اش داخل، شنو هو الفرق؟ ماما كنتي باغي تريني باغي تريد، غادي تدخل غتمشي غتعوم في الجناب، ما غتبقاش داخل الفندق الغرق لداخل، لاش كتغرق؟ ها انتوما اللي قلنا شو وليد صغير راهو فين داخل تاهو كيعوم عادي. لا حول ولا قوة الا بالله. الى هنا مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تفعيل مشاهدي بدل القدر، على امل نلقاكم باش مباشر اخر، شكرا والى اللقاء.